السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نتمنى تكونوا بألف خير. اليوم جيت نشارك معكم مادلين بزيت الزيتون ونكهة البرتقال. كتجي طرية وخفيفة، نتمنى أنكم تتبعوا الفيديو حتى الآخر وتجربوها. قبل ما ندوز للمقادير بغيت نشارك معكم قناة موليسكية، قناة كتهتم بمواضيع شتى، مواضيع طبيعية من وصفات للعلاج أو وصفات الغذاء، وكذلك أفكار عن السفر والرحلات. نتمنى أنكم تزوروا القناة وتدعموها باللايك. ندوزوا المقادير ديالنا ديال الكيك اليوم اللي غنستعملوا، وثلاثة ديال الكيسان ديال الدقيق، يوغورت، ثلاثة ديال البيضات، كاس ونص ديال السكر سنيدة، كأس ديال الزيت مخلط، نصف كأس زيت نباتية ونصف الآخر زيت زيتون، والكأس اللي خديت به العبار هو الكأس ديال اليوغورت. وخمارة كيماوية وحدة. وبالنسبة للقشور ديال الليمون كنحتفظ بهم، كنيبسهم ومن بعد غادي نطحنهم، وناخد معلقة صغيرة هي اللي غادي نخدمها في المادلين ديال اليوم. الوصفة الأساسية كانت بقشور ديال الحامض، لوزاس ديال السيترون الحامض، ولكن أنا فضلت نستعمل الليمون بما أن دابا الليمون وقتو راه جاي. الواحد يخلي القشور ديالو يبسهم غير في الظل، ما يحتاجو يتبسو في الشمس، وطحنيهم وخليهم في قريعة، كتجي الرائحة قوية وكتعطي نكهة رائعة للمادلين أو الكيك كبديل طبيعي حسن من المنسمات الكيميائية. غادي نخلط كما شفتو البيض، وغنزيد ليه السنيدة، غنخلط البيض ديالي مزيان، وغنزيد سكر سنيدة، وغنخلي واحد شوية غنحتاجو في الأخير. تابعوا معايا، غنضرب مزيان، من بعد غنضيف باقي المقادير على التوالي: الزيت، اليوغورت، الدقيق، ثم الخميرة الكيماوية. غنخلط مزيان، وغادي ناخذ الاشكال اللي غادي اللي غنستعمل، وغادي نعمرهم، نعمر الثلثين ونخلي الثلث الاخر خاوي فين يقدر يطلع لي المادلين باش بلا ما يسيح ليا. انتم كما تشوفوا غادي نحاول نعمرهم بشويه ليا، نكمل حتى الاخر. وديك شويه ديال السكر سنيدة اللي كنت خليت غادي نديرو من الفوق وندخلها للفرن. الا كان فرن بحال ديالي كما كنقول لكم دائما فرن ديال العافيه، كنخلي درجه مهيله وكنراقبها، ما غتاخذش الوقت كثير بحال الكيك. هي دي من بعد ما وجدات كتجي كما قلت لكم خفيفه، ولا لاحظتوا راه دغيا غادي تحيد لي من الليمون، داك السكر سنيدة كيعطي واحد اللون ذهبي وواحد شويه ديال القرمشه. هانتوما كيتحيدات وهي كيرطبة وهشيشة طرية كتجي. نتمنى ان الوصفة ديال اليوم تكون عجبتكم، واكيد اكيد غتعجب الوليدات الصغار وتجربوها اليوم. قبل ما نخليكم
ما تنساوش الضغط على اللايك والاشتراك اللي كنتم ما مشتركينش. وبالنسبة لرابط قناة بوليسكي انا خليكم في رابط الوصف. دمتم في أمان الله والسلام عليكم.